السلام عليكم البنات، وصفة اليوم ان شاء الله الكبسة على الطريقة المغربية. لهذه الوصفة كنحتاجو طريفات ديال الدجاج بالقياس اللي بغيتي، كيلو نص كيلو كيلو نص القدر اللي بغيتي. وفي الإقامة كنحتاجو سكنجبير، فلفلة حمرا حارة، الخرقوم، العود ديال القرفة والقرفة مطحونة، والقرنفل مطحون، والتحميرة، وقعقله وسيبيسة، ومعلقة صغيرة ديال الملح. كناخذ الدجاج الزيت، المائدة جوج معالق ديال الزيت، الملحة، ونضيفوا الإقامة، سكنجبير، والفلفلة حمراء، والعود ديال القرفة، الخرقوم، القرنفل مطحون، والقرفة مطحونة، التحميرة، قعقله وسيبيسة. قعقله وسيبيسة انا درتهم هنايا عندي في هاد هادي، يطلقوا النسمة ديالهم ونزولها. على هذا الشكل هنا صافي، نديرو الدجاج ديالنا يطيب. بالنسبة للروز، انا هنا خديت الروز بسماتي اللي عنده الحبة طويلة. كناخدو القياس ديال جوج دلايف ديال الروز، مع بعض الزيت ديال بعد زليف ديال العود ديال القرفة، وقياس معلقة صغيرة ديال الملح. صافي، هنا بعد ما كيتقلى لينا الدجاج مزيان، كنضيفو ربيطة ديال القزبر ومعدنوس، والثومة فرع. كما لاحظتوا البنات ما ضفناهاش، ما درناهاش قبيلة، دابا عاد كنضيفو الثومة فرع. البصله ما كنديروهاش. نضيفوا راس معلقه ديال السمن، شويه ديال السمن في لاصوص، صافي، ونرويو بالماء. نرويو شويه بالماء القياس اللي يطيب فيه الدجاج. هما بعد ما كيطيب لينا الدجاج، كيطيب الدجاج مزيان، كنزلوه نحيدوه
نحيد هاد القزبر ومعدنوس، الربيطات قزبر ومعدنوس اللي درنا قبيله حتى هي نحيدوها. ونحيد هاد الكبسوله ديال قاع قلوب سيبيسه. صافي نخليو العويد ديال القرفه بلا ما نزولوه، نخليوه ونضيفو عليه الروز. كناخدو قياس جوج حبات ديال البصله كبار وكنرقوهم، نقطعوهم شن فينا هكذا رقاق، ونضيفو عليهم جوج معالق ديال الزيت وشويه ديال الملحه. صافي ونخليو البصله تحمر مزيان حتى تحمر، حتى تولي لينا البصله حمراء مشحره مزيان. كناخدو هنا الزبيب القياس اللي بغينا تزين، مثلا انا خديت كاس ديال الزبيب، كنديرو شويه الماء والملح، نضيفو عليه عويد ديال القرفه صغير، ونديروه يطيب حتى يتعسل، يبقى يطيب حتى ينشف من هاد شويه الماء اللي درنا، كاس ديال الزبيب مع نص كاس ديال الماء، ويبقى يتشحر حتى ينشف. هنا ها الروز بعد ما كنسقوه نص الصلقه، كناخدو ونضيفوه هنا في لاصوص. هنا البصله كنبقاو نشحروا فيها حتى كتوقف بحال هكذا تحمر، تحمر لنا البصله على هذا الشكل. عاد نزولوها من فوق النار. هنا بعد ما كيطيب لينا الروز كنقدموه على هذا الشكل. تناخذوا الدجاج ناخذوا البصيله اللي حمرناها، الزبيب، واللوز كنحمروه وندقوه مزيان رقيق. ونزوقو بيه على هذا الشكل. ونضيفو شويه القزبر بعد ما كنقطعو رقيق. كبسة على الطريقة المغربية، ها هي البنات، وبالصحة والراحة، وكنتمنى تعجبكم، وشكرا لكم البنات على الدعم ديالكم، وبالصحة والراحة.